اوكي، بدأ التسجيل. اي بدأ البث. طيب انا بس هيك بدي، لا سوري، انا الاكسرسايزز بعد شابتر 12، واللي هو عفوا مش 12، هو 13.1. صحيح بدي تمرين واحد، اثنين، ثلاثة، وخمسة، وستة، تمام. ايش بدي؟ بدي، لأن إحنا كلكم أخذتوا واجبات، هلا بدي حدا منكم هيك يتبرع، بدي يحل لي أول سؤالين. فمين هيك يتبرع ولا أنا أكلف؟ عادي دكتور، أنا بحلهم، باخذهم إن شاء الله. إن شاء الله. فهي بتحليهم تبعت لنا اياهم. خلينا احل لكم ثلاثة وخمسة وستة. ثلاثة بحكي لي show that x تكعيب زائد x زائد واحد is irreducible over f2 and let theta be a root, compute the powers of theta in f2 theta. اذا x تكعيب زائد x زائد واحد، هي سؤال ثلاث. معطيني px بتساوي x تكعيب زائد x زائد واحد. هاي is irreducible over f2. f2 اللي هو مين هذا؟ هذا اللي هو z2 0 1، بس عنصرين فيه. طبعا هاي الكثير الحدود هذا من الدرجة الثالثة بيكون reducible if and only if it has a root. من الدرجة الثانية والثالثة إذا إله أصفار من ضمن الفيل معناته بيكون reducible، إذا ملوش أصفار معناته irreducible. إذن لو شفنا B0 طبعا بيعطينا واحد، ولو شفت B1 اللي هو واحد زائد واحد زائد واحد، صفر زائد واحد بيساوي واحد. So PX has no roots in F2 and it is of degree 3. So PX is irreducible over F2. مرة ثانية، هذا الكلام صحيح للأشياء اللي هي من الدرجة الثانية والثالثة بس. اوكي، irreducible. الان بحكي لي let theta be a root for px in some field extension. والمطلوب find all powers of theta. theta theta تلبيع تكعيب إلى آخره. أول شيء خلينا نشوف إحنا ال f theta لما أضيفها هذه f، هذا بيساوي degree px اللي هو 3. إذا هذا الفيكتور سبيس الدايمنشن له 3، البيسز له اوفر اف از طبعا واحد وثيتا وثيتا تربيع، وبالتالي اف ثيتا هذا اللي هو راح يكون اي نوت بلس اي 1 ثيتا plus A2 ثيتا تربيع، حيث AI belongs to F2.
وبالتالي عدد عناصره يساوي 2. الـ A not له احتمالين 0 1، والـ A1 له احتمالين 0 1، والـ A2 له احتمالين 0 1. إذا هذا فيلد فيه 8 عناصر. الآن بدي أشوف الباورز تاعت الثيتا. لاحظوا هاي ثيتا to the 1 اللي هي ثيتا، وثيتا to the 2 اللي هي ثيتا تربيع. هاي ما عندي مشكلة فيها، لأنه لاحظوا هاي الثيتا، الثيتا هاي اللي هي 0 plus 1 ثيتا plus 0 ثيتا تربيع، وهذه 0 plus 0 ثيتا plus 1 ثيتا تربيع. هاي هم مكتوبات كعناصر F ثيتا. الآن ثيتا تكعيب، ثيتا تكعيب، سوري ما في عندي تكعيب، أنا أقصى شيء عندي ثيتا تربيع. لكن ثيتا تكعيب لاحظوا أنه أنا عندي هي روت للبولونوميال تبعي، فهي ثيتا تكعيب زائد ثيتا زائد واحد بتساوي زيرو، مش هي روت للبولونوميال X تكعيب زائد X زائد واحد، فهي بهذا الشكل. وبالتالي ثيتا تكعيب بتساوي ماينس ثيتا ماينس 1، أو اللي هي 1 بلس ثيتا، سينس ماينس 1 سوري ماينس 1 equals 1 in F2. النظير الجمعي للواحد هو نفسه، فإذا سوري ثيتا تكعيب هذه، إذا ثيتا تكعيب هي 1 زائد ثيتا، هي موجودة هناك. طب ثيتا قوة 4، ثيتا قوة 4 اللي هي أفضل، ثيتا قوة 4 أنا ممكن أطلع عليها كثيتا في ثيتا تكعيب، اللي هي ثيتا في 1 زائد ثيتا، هاي اللي هي بتساوي ثيتا زائد ثيتا تربيع، أو اللي هي 0 زائد ثيتا في 1 في ثيتا زائد 1 في ثيتا تربيع. هاي طيب ثيتا قوة 5، ثيتا قوة 5 اللي هي ثيتا في ثيتا قوة 4، اللي هي ثيتا في ثيتا زائد ثيتا تربيع، اللي هي شو بتساوي هاي؟ ثيتا تربيع زائد ثيتا تكعيب، ثيتا تكعيب هيها ثيتا تربيع زائد 1 زائد ثيتا هيها 1 زائد ثيتا زائد ثيتا تربيع هيها. لاحظوا كلها مختلفة. تعال نشوف ثيتا قوة 6 اللي هي ثيتا في ثيتا قوة 5، اللي هي ثيتا في 1 زائد ثيتا زائد ثيتا تربيع بتساوي ثيتا زائد ثيتا تربيع زائد ثيتا تكعيب. ثيتا تكعيب اللي هي مين؟ هيها ثيتا زائد ثيتا تربيع ثيتا تكعيب اللي هي 1 زائد ثيتا، تمام، اللي هي طبعا هي ثيتا مع ثيتا بصير 2 ثيتا 0 هي زائد أفضل. فإذا هاي مع هاي بروحن بضل عندي 1 زائد ثيتا تربيع. تمام، نشوف ثيتا، لاحظوا حتى الآن كله مختلف صح؟ هاي عندي إيش؟ بنات في شيء؟ أنوار في إشي يا أنوار؟ أوكي. أنا آسف دكتور. بسيطة. ما غلط فتح، أنا آسف جدا. بسيطة بسيطة. هاي ثيتا قوة 7 اللي هي ثيتا في ثيتا قوة 6، اللي هي ثيتا ثيتا قوة 6 1 زائد ثيتا تربيع اللي هي ثيتا زائد ثيتا تكعيب اللي هي ثيتا زائد ثيتا تكعيب اللي هي مين؟ 1 زائد ثيتا اللي هي 1. خلاص هلا بعد هيك ثيتا قوة 8 اللي هي ثيتا في ثيتا قوة 7، لاحظوا اللي هي هاي ثيتا، وبعدين ايش هلا راح ترجع تتكرر. فإذا أنا ممكن هاي أعطيكم إياهم، هاي ثيتا قوة 1
عفوا القوة تبعتي هاي، بس بدي ألخصهم. هاي ثيتا، ثيتا تربيع، ثيتا تكعيب اللي هي كان وين ثيتا تكعيب واحد زائد ثيتا، ثيتا قوة أربعة كانت ثيتا زائد ثيتا تربيع، ثيتا قوة خمسة كانت واحد زائد ثيتا زائد ثيتا تربيع، ثيتا قوة ستة كانت واحد زائد ثيتا تربيع، وثيتا قوة سبعة اللي هي كانت واحد. كم عنصر هذول؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ضايل بس الزيرو. فإذا الإف تو ثيتا اللي هو مين؟ صفر وواحد، ثيتا وثيتا تربيع واحد زائد ثيتا، ثيتا زائد ثيتا تربيع واحد زائد ثيتا زائد ثيتا تربيع واحد زائد ثيتا تربيع، هيو بهذا الشكل. ولاحظوا انه يعني كل العناصر طلعت في النهاية متولدة من الثيتا ما عدا الزيرو، هذا ما هو الاديتيف ايدنتيتي. فإذا هاي شوفوا كيف باستخدام العلاقة إنه ثيتا is a root for my polynomial استنتجت هاي الأشياء. طبعا اللي بده يحل لي السؤال الأول والثاني ترى بدي أسير أشياء يعني أشياء زي هيك، إنه ثيتا تكعيب زائد تسعة ثيتا زائد ستة بتساوي زيرو، ومنها بدي يعني أجيب حسابات الثانية. تعال نشوف سؤال خمسة بحكي لي suppose alpha is a rational root of a monic polynomial in ZX. Prove that alpha is an integer. Monic المقصود فيها الـ يعني leading coefficient إلها واحد. فخلينا نشوف هاي سؤال خمسة. Alpha is a root for fx تساوي x للقوة n زائد an minus 1 x للقوة n minus 1 زائد زائد a1x زائد a0 بينتمي إلى zx is rational عدد نسبي. Prove that alpha belongs to z. هذا كثير حدود معاملاته أعداد صحيحة. الليدنج كوفيشنت معامل أكبر درجة لإكس واحد. إذا ألفا كان راشنال معناته الألفا راح يكون إيش؟ راح يكون عددا صحيحا. شوفوا كيف راح نسويها. هلا ألفا أنا ممكن أكتبها إيش؟ ممكن أكتبها M على K belongs to Q with JCD M و K بتساوي واحد. يعني مكتوب هذا الكسل بأبسط صورة، لو كان في عوامل مشتركة بيناتهم بقسمها، هي كتبته بأبسط صورة. الآن 0 equals F alpha معناته M to the N over K to the N plus AN minus 1 M to N minus 1 over kn minus 1 زائد 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 m على k، طبعا هاي مضروبة ب a1 زائد a0. هاي عوضت m على k، عوضت الالفا واعطتني 0. والله يجيبوا لي الا نوت على الناحية الثانية، هاي بيصير عندي minus a نوت وطلعوا لي m عامل مشترك بضل عندي m n minus 1 over k to the n زائد a n minus 1 m n minus 2 over k n minus 1 زائد 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 لغاية a 1 على k بهذا الشكل. طيب أنا بدي أحول المعادلة على اليمين ل integer coefficients، فخلينا نقول multiply by mean by k to the n. يصير عندي على الشمال minus a0 k to the n تساوي m
في مين؟ في m n minus 1 plus a n minus 1 m n minus 2 k زائد 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 لغاية a1 k to n minus 1 هيها بهذا الشكل. كويس. الآن إيش راح يطلع عندي؟ لاحظوا k divide minus a not k to the n وهذا implies إنه k divides m في m n minus 1 زائد a n minus 1 m n minus 2 k زائد a1 k n minus 1 تمام. الk بتقسم الشمال معناته بتقسم اليمين. لاحظوا لي ايش بدي تلاحظوا لي. دخلنا الام شو بيصير؟ والله حتى لو دخلنا الام هي k divides m to the n plus a n minus 1 m to n minus 1 k زائد a1 mk. الk بتقسم هذا and k بتقسم a n minus 1 m n minus 1 k هذه عفوا k n minus 1 زائد 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 a1 m k n minus 1 لأنه كل حد من هذه الحدود فيها k فإذا كي بتقسم هذا المجموع. هلا الكي بتقسم هذا وبتقسم هذا so k divides m to n بتقسم المجموع كاملا وبتقسم هذا الجزء من المجموع إذا تقسم الفرق بيناتهم اللي هو m to the n but gcd m و k equals 1 القاسم المشترك بيناتهم واحد والk بتقسم m to the n هذا implies انه k equals 1 تمام؟ so الفا اللي هي بتساوي m على n او يعني ممكن اكون هيك plus minus 1 شو اسمه m على k عفوا هذه كانت بتساوي plus minus m belongs to z تمام. فاذا هذا انه لما يكون عندي كثير حدود الكوفيشنت من z مونيك مهم تكون مونيك مهم يكون اول leading coefficient له واحد عشان ما يكونش في كي عندي هنا وبالتالي هي استنتجت النتيجة اللي بدي اياها. السؤال السادس سهل انا بدي اتركه لكم انتم تجربوا فيه very very simple you can solve it. بدي انتقل الان الى الدرس تبعي 13.2 اللي هو بعنوان الجبريك extensions. الامتدادات الجبرية. تعالوا نشوف ابتداء شو يعني algebraic element وبعدين شو يعني algebraic extension. definition. let kf be a field extension alpha belongs to k is said to be algebraic over f
if they exist. Px ينتمي لfx minus 0 في عندي كثير حدود غير صفري such that p alpha equals 0. بسمي العنصر algebraic over f. طبعا لاحظوا هاي كلمة نسبية algebraic over f، يعني ممكن تكون على الf algebraic على إشي تاني مش algebraic. إذا استطعت إني ألاقي كثير حدود غير صفري في fx معاملاته من f بحيث إن لما أعوض الألفة فيه يطلع زيرو. أوكي نكمل. f alpha is not algebraic إذا ما في ولا كثير حدود غير صفري بصفر هذه الألفة then alpha is called transcendental element over f. إذا ما في أي كثير حدود بصفرها بسميها إيش؟ بسميها transcendental. If for all alpha in k, alpha is algebraic over f, then kf is called an algebraic extension. إذا algebraic extension مقصود فيه إنه كل العناصر اللي في k are algebraic over f، بمعنى إنه كل واحد منهم بلاقي له كثير حدود بصفره. تمام؟ خلينا نشوف هيك شوية أمثلة قبل ما يعني نمشي أكثر. examples. One. Square root of two belongs to R is algebraic over Q. لأنه عندي x تربيع ناقص 2 belongs to Qx. أيوة هذا كثير حدود موجود في Qx، وهي هذا لو سميته Px، وP جذر 2 بيساوي 0. إذن هذا إيش؟ هذا algebraic. 2 I belongs to the complex numbers is algebraic over R، لأنه لو أخذت Px بتساوي X تربيع زائد واحد هذا موجود في Rx، و B I بتساوي زيرو. ثلاثة، let F be a field then for all alpha in F, alpha is algebraic over F. ليش؟ لأني لو أخذت Px بتساوي X minus A هذا belongs to Fx، لأنه الA موجودة هنا. تمام؟ و BA بتساوي 0. إذا عناصر الفيلد نفسه كلهم algebraic عليه. هي بصير إلها معنى لما أجيب عناصر من برا هذا الفيلد ويكونوا يعني algebraic أو لا. أربعة، E belongs to R
is transcendental over Q. ما في عندي كثير حدود معاملاته rational بحيث إنه يصفر الـ E. لكن E belongs to R is algebraic over R, لأنه عندي X minus E هذا belongs to RX, هاي لو سميتها P, و P E equals 0. E هو الـ 2.7 something هيك. نفس الشيء by belongs to R is transcendental over Q. ما في عندي ولا كثير حدود براشنال coefficients بحيث انه يصفر لي الباي. طبعا هذول براهينهم شوي هيك في الاناليسز اكثر منها في الالجبرا، فيعني انا بدي اخذهم كفاكتس. لاحظوا انه field extension RQ is not algebraic extension. ليش؟ لانه في عندي في R transcendental elements over Q. انا حتى يكون algebraic extension لازم كل العناصر اللي في ال R تكون algebraic over Q، لكن هذا ليس هو الوضع. طيب اذا هاي مجموعة امثلة، راح اشوف المزيد، لكن خلينا قبل ذلك نقدم نظرية في غاية الاهمية. theorem let kf be a field extension and let alpha belongs to k be algebraic over f. Okay, then there exist a unique monic irreducible polynomial بدي أسميها M alpha F تنتمي إلى F X for which has alpha as a root. Moreover, if X belongs to capital F of X with F alpha equals zero, لو كان في عندي كثير حدود بصفر الألفا، then M alpha F هذه اللي حكيت عنها divides FX. Very very important theory وصحيح. كل شغلنا القادم راح يعتمد على النظرية هاي. إذا كان عندي field extension الألفا كانت algebraic over F، بستطيع أني ألاقي unique وحيدة ما في غيرها monic leading coefficient واحد و irreducible، لذلك كونها unique سميتها M alpha F، بحيث أنه ألفا root لإلها بتصفر الألفا. إضافة لذلك أعطوني أي كثير حدود بصفر الألفا راح يكون من مضاعفات الـ MFF. خلينا نشوف البرهان. بروف. بس قبل ذلك أنا بدي يعني أوضح التالي. لاحظوا جذر 2 is algebraic over Q. تمام؟
الصحيح M جذر 2 Q بتساوي X تربيع ناقص 2. هذه irreducible مونيك leading coefficient لإلها واحد، ما في غيرها. الصحيح اللي بيصفروا جذر 2 كثير. لاحظوا لو أخذت FX بتساوي X تربيع ناقص 2 تربيع، أو أخذت GX بتساوي X تربيع ناقص 2 في X زائد 1، أو يعني هلأ هذول هيو F جذر 2 بتساوي 0، G جذر 2 بتساوي 0. In fact there are infinitely many polynomials in QX with square root is a root for them. عندي عدد لا نهائي من كثيرات الحدود اللي بيصفروا جذر 2. واصنع اللي بدكم اياه. هي على شوفوا لو اخذنا اكس تربيع ناقص 2 ارفعوها للقوه 2، قوه 3، قوه 4، قوه 5، بنضلكم ماشيين كل هذول روت. او خذوا اكس تربيع ناقص 2 واضربوها باي كثير حدود ثاني شو ما كان، هذا كله راح يتصفروا الجذر 2. فعندي عدد لا نهائي، لكن من هذول في وحده محدده اللي هي هاي. هاي هي اللي راح تكون الأساسية عندي، اللي هي irreducible ومونيك ويونيك. خليني أورجيكم كيف راح أجيب هاي. let gx ينتمي now to prove، هذا كان بس مجرد مثال to prove the theorem. Let gx ينتمي ل f of x be a monic polynomial with minimal degree. Such that G alpha equals 0. خليني بس هيك للتوضيح. قصة مونيك، لو كان عندي F بتساوي A n x to the n زائد زائد A1 x زائد A0 بينتمي ل F x و F alpha equals 0 و AN ما بيساوي 0. هذا leading coefficient ما بيساوي، إذا بيساوي 0 شيلوا هذا وشوفوا اللي قبله، يعني بدي أعلى درجة بحيث أنه ما يكون صفر. الآن AN belongs to F minus 0 so AN inverse belongs to F. إذن لو أخذت GX بتساوي AN inverse F، هاي إيش راح تصير؟ X to the N زائد 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 a n inverse a 1 x زائد a n inverse a not. وطبعا لاحظوا انه g alpha equals 0. اذا ما عندي مشكله ان اجيب مونيك polynomial. الان هو كونه algebraic لازم يكون في polynomial بتصفر، جيبوا لي واحده بس امسكوا لي واحده منهم. هذه اللي مسكناها إذا كانت مونيك تمام، إذا مش مونيك بإمكاني أقسم على leading coefficient بحولها إلى إيش؟ إلى مونيك polynomial. طبعاً لاحظوا الـ gx اللي هي an inverse fx، بالتالي لما أعوض الـ g alpha هي an inverse هذا ثابت في f alpha راح تعطينا 0. فإذا بسهولة بإمكاني أجيب مونيك polynomial بتصفر الألفا. Also if يعني حتى شو اسمه، خلينا أقول also using the will ordering principle
of the natural numbers, we can find a polynomial with minimal degree that has alpha as a root. أنا معلش جيبوا لي هلا كونه الألفا الجبريك معناته على الأقل في كثير حدود بصفرها. جيبوا لي كل كثيرات الحدود اللي بصفروها. الديجريز لإلهم يا إما درجة أولى يا إما درجة ثانية يا إما درجة ثالثة يا إما عاشرة يا إما أي درجات، هي أعداد طبيعية natural numbers اللي هي اللي هي الدرجة تبعت البولينوميال. ال will ordering principle بيحكي إنه n is will ordered. إيش يعني؟ يعني أعطيني أي مجموعة غير خالية من n بلاقيلها least element. تعال نجيب الديجريز للبولينوميالز اللي بصفروا الألفا، هذولا الديجريز مجموعة جزئية غير خالية من الناتشرال نمبر كون الألفا is algebraic. إذا بستطيع ألاقي least element least degree، إذا بستطيع أني ألاقي polynomial of least degree. الآن إذا كانت مونيك الحمد لله، مش مونيك شفت الخط اللي قبل شوي أني بضرب الانفرس تبع leading coefficient بحولها إلى مونيك. فإذا وجود الجي هذا اللي هو مونيك with minimal degree ما عندي أي مشكلة فيه. فإذا هي بهذا الشكل أنا ضمنت وجود هالجي هذه. Now to show that G is irreducible بدي أورجيكم إنها irreducible. طيب assume إنه GX بتساوي AX في bx with ax bx بينتمو لfx. إني قدرت إني أحللها with إذا كان هذا تحليل حقيقي إنه degree a أقل من degree g and degree b أقل من degree G. إذا أنا حللتها معناته هذا التحليل بده يكون درجاتهم أقل من درجة الجي. Now zero equals G alpha اللي هي بتساوي A alpha في B alpha. تمام؟ وهذول وين موجودات؟ هذول موجودات في K. But K is a field. والفيلد ما في زيرو ديفايزرز، إذا كان عندي حاصل ضرب عنصرين بيساوي صفر we must have A alpha equal zero or B alpha equal zero. وطبعا هذا contradicts the fact that G has minimal degree for polynomials for polynomials having alpha as a root. لو كانت الجي ريديوسبل تتحلل لحاصل ضرب اثنين من كثيرات الحدود كلاهما درجته أقل من جي عوضت الألفا فزيرو بتساوي جي ألفا اي ألفا بي ألفا لأنه الكي فيلد ما فيه زيرو ديفايزرز فحاصل ضرب عنصرين بيساوي زيرو معناته واحد منهم بيساوي زيرو. إذا صار في عندي كثير حدود درجته أقل من درجة جي وبتساوي صفر هذا الكلام مستحيل. إذا الجي مستحيل تتحلل لحاصل ضرب two polynomials درجتهم أقل من درجة الجي. So gx
is irreducible over f. لا يمكن تحليلها. طيب خليوا لي موضوع اليونيكنس بطرحه في الأخير. خلينا نقول let fx بينتمي إلى من؟ إلى f of x كثير حدود في fx with f alpha equal 0. الآن there exist qx rx in f of x with f of x بتساوي qx gx زائد rx. أنا قسمت ال f على ال g أعطاني quotient وأعطاني remainder with rx equal 0 or rx ما بيساوي صفر with degree r أقل تماما من degree g. الريميندر هذا باقي القسمة إذا أنا قسمت صح يا إما زيرو إذا كان الإف من مضاعفات الجي يا إما إذا مش زيرو معناته درجته راح تكون أقل من درجة الجي. طيب تعال نعوض في ألفا. زيرو equals إف ألفا اللي هي كيو ألفا جي ألفا زائد آر ألفا اللي هي بتساوي زيرو زائد R ألفا بتساوي R ألفا. أنا ما بعرف الـ Q هاي بالنسبة للألفا شو بتساوي بس أنا بعرف إنه الـ G هذه بتساوي 0 عند الألفا فإذا هي صفرت الترم الأول فظل عندي R ألفا. إذا R ألفا بيساوي 0. هلا R شو حكينا عنها؟ يا إما أنها صفر يا إما أنها مش صفر ودرجتها أقل من درجة الـ G. لا سوري إحنا درجة الـ G هي أقل درجة بتصفر الألفا. هاي أنا عندي R ألفا بتساوي زيرو. فلو كان الـ R مش زيرو راح يصير في عندي contradiction مع كون درجة الـ G هي المينيمال. So we must have R equal zero by minimality of degree of g لأنه ال gx هي أقل درجة بتصفر الألفا فمستحيل تكون ال r مش صفر ومع ذلك صفرت الألفا. i.e. ال r بتساوي هذا معناته ال fx بتساوي qx في gx i.e. gx divides fx. إذن أي شيء بصفر ال ال ال, ال الألفا راح يكون من مضاعفات الإف. شو ضايل؟ تعال نطلع على النظرية مرة ثانية. النظرية كانت تحكي لي أعطيني ألفا الجبريك أوفر إف يوجد يونيك مونيك الريديوسبل بولونوميال. هلا شوفوا مونيك جبتها الريديوسبل برهنتها وكل واحد بيصفر بيطلع هذا بيقسمه. ضايل بس موضوع اليونيكنس إنه هاي هي الوحيدة التي تحقق هذه الخواص. طيب to show uniqueness of gx هذه اللي أرجوكم منها unique ما في حدا زيها إنها تكون irreducible or monic with minimal degree. let hx be monic irreducible polynomial in f of x with h alpha equal 0. طبعا so gx divides hx هذا إحنا برهنا أي شيء بصفر الألفا الجي بتقسمه. إذن HX بتساوي خلينا إيش أسميها؟ أسميها K
x في gx. But hx is irreducible و degree g أكبر من أو يساوي واحد، هو كثير حدود على أقل درجته واحد. So degree kx equal zero, i.e. kx equals k belongs to f. أنا حللت، ما بيصير يكون الثنتين درجتهم أقل من درجة ال h. هلا هذا درجته واحد فصاعدا، فإذا راح يكون له نفس الدرجة زي ال h، وهذا الديجري له زيرو بمعنى إنه constant. So hx بتساوي constant في gx. But hx and gx are monic. Monic leading coefficients لهم بيساوي واحد. So equating the leading coefficients هنا راح يكون واحد، وهنا k في واحد، وهو احنا افرضوا انه من الدرجة الثالثة، فراح يكون عندي x تكعيب على الشمال وعلى اليمين kx تكعيب، بعدين عندي h2x تربيع وعلى اليمين kg2x تربيع وهكذا، انه يعني بهذا الشكل. فانا بس اخذت leading coefficient ساويتهم مع بعض، ال h monic معاملها واحد، ال g monic معاملها واحد مضروب في k. طبعا هذا implies انه k equals 1. So hx هي نفسها gx، وبالتالي g is unique. إذا لقيت إشي irreducible ومونيك ومينيمال ديجري راح يكون نفس درجة الجي وراح يكون مساوي لإله، مش شيء مختلف. إذا هي يونيك، we will do not، كونه يونيك، كونه ما في غيره، we will denote g x by m alpha f. m من كلمة مونيك، alpha لأنه هاي هي بتصفر ال f، و f لأنه هاي بالنسبة لل f هذا تبعي. طبعا لاحظوا لو غيرت الفيلد بتغير الوضع عندي، يعني هاي خلينا نشوف مثال example. m جذر 2 q تساوي x تربيع ناقص 2 irreducible ومونيك، خلص على طول معناته هذه هي تبعتي. بينما m جذر 2 r هاي بتساوي x ناقص جذر 2، طبعا هاي belongs to q x وهاي belongs to r of x. لاحظوا لما أغير الفيلد ممكن البولونوميال تتغير، تمام؟ ولاحظوا أنه x ناقص جذر 2 divides x تربيع ناقص 2 اللي هي بتساوي x ناقص جذر 2 في x زائد جذر 2، طبعا هذا n r of x. x تربيع ناقص 2 على q irreducible، لا يمكن تحليلها، لكن على R بتتحلل لX ناقص جذر 2 X زائد جذر 2. فلاحظوا أنه كيف أنه هذه إنها قسمتها. الآن كورولاري بس هيك يعني let K L F B field extension
يعني بفهم إنه ال K أكبر واحد، بعدين ال L بيجي، بعدين ال F تحت هيك. و alpha belongs to K is algebraic over F. Then alpha is algebraic over L and M. Alpha L divides M alpha K, M alpha, sorry, F. زي اللي شفته قبل شوي. طبعا هذا وين؟ N L X. تعال نشوف البرهان. برهان very easy. Proof. Alpha belongs to K is algebraic over F. إذن M alpha F هاي وين تنتمي؟ تنتمي ل F X. وهذا subset من L X. ما هي المعاملات اللي في F هاي كلها موجودة في L. Now M alpha f alpha بتساوي 0 implies انه alpha is algebraic over L، لانه هي وجدت كثير حدود في Lx بصفر الالفا. Now since m alpha f alpha equals 0, then M alpha F divides M alpha L. أو خليني قبل هيك ال شو اسمه algebraic over L. So there exists M alpha L بينتمي ل L X. تمام، كونه algebraic فمعناته في إله هيك. But M alpha F alpha equals 0 and M alpha F belongs to Fx اللي هي محتوى في Lx. إذن هاي في عندي شيء بصفر الألفا. So حسب النظرية تبعتي M alpha L divides M alpha F. هلا ممكن يكون المتساويات ممكن يكون مختلفات، زي المثال اللي شفته قبل شوي. M جذر 2 Q كانت X تربيع ناقص 2. M جذر 2 R طلعت إيش؟ X ناقص جذر 2. فشوفوا كيف هيك الأشياء يعني ممكن يكون متساويات وممكن يكون مختلفات. خليني بدي أختم بهذا الأفضل التعريف definition. Let KF be field extension. Alpha in K is algebraic. Over F. Then M alpha F is called minimal polynomial for alpha over f. minimal لأنه درجتها أقل درجة. The degree of m alpha f is called the degree of alpha over
Note that if alpha is algebraic over F, فراح يكون عندي F alpha isomorphic. لا fx over m alpha f. تتذكروا احنا هاي اللي كنا نشتغل عليها انه انا عندي alpha algebraic over f معناته ال m f m alpha f هاي polynomial في fx و irreducible معناته fx على m alpha f هذا بيعطينا field extension وفي الألفا وهذا اللي سميته F ألفا تمام ورح يكون الدجري ل F ألفا F اللي هي بتساوي دجري M ألفا أو اللي أنا سميتها دجري ألفا فهذا هيك بيربطني مع اللي اشتغلته سابقا. خليني بتوقف عند هذا القدر. المرة الجاي بدي أشوف مزيد من الأمثلة على الحسابات هذه اللي أنا ختمت فيها بالإضافة لمزيد من الحقائق حول الالجبريك إليمنتس والالجبريك إكسر. بتوقف عند هذا القدر. ما بعرف إذا في أي أسئلة أو ملاحظات. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك إن شاء الله. بالنسبة للامتحان إن شاء الله اليوم بلكي مساء ببعث لكم الإجابات تبعتكم ويعني بكون مصلح بإذن الله. فيعني هيك مسوية بعد العشاء إن شاء الله بتكون عندكم النتائج الامتحان. طبعا راح أصلح كل ورقة وأبعثها لصاحبتها زي ما بعت لي إياها في على نفس المكان راح أرسل الإجابة إن شاء الله مع العلامة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله يحفظ الجميع من هذا الوباء ومن كل شر. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.